رمضان السنة دي مختلف، بس إن شاء الله برضو في 3 حاجات نقدر نعملهم يخلونا نستمتع بيه أكتر، بالإضافة للناحية الدينية. أنت مش هتقدر تعزم ناس كتير ولا هتخرج تتسحر بره كده. المفروض ما تشتريش حاجات كتير لأن احتياجاتك قلت ومصاريفك برضو هتقل شوية. عشان كده كلنا عارفين إن في ناس كتير بتستنى الشهر دوت عشان موائد الرحمن. للأسف الناس ديت مش هتحضر موائد رحمن أو موائد رحمن آسف، فبقترح نعمل شنط للناس دي بما إن مصاريفك هتقل، فتزود شنط اللي بتتعمل قبل رمضان عشان الناس ديت تلاقي وجبات طول الشهر. 2، برنامج صحي ورياضي. طبعا انت محتاج انك تزود في السوائل بعد الفطار عشان تزود المناعة عندك كمان وتقلل من استهلاك السكر والحلويات. طبعا يعني لما بقول سكر يعني الحلويات الكتير اللي بناكلها في رمضان. ممكن قبل الفطار تجري ساعة في الشارع زي ما بنشوف الناس كلها بره، فالحاجات دي مهمة لان احنا عندنا مشكلة، احنا بقالنا شهر مثلا في البيت فبتبقى مشكلة بالنسبة لنا، فمش هنقعد شهر تاني فهتبقى الأزمة أكبر. تالت حاجة ممكن أقترح عليك تكلم حد من قرايبك أو صحابك اللي ما كلمتوش بقالك مدة. يعني ود الناس ده مهم عشان إحنا مش ضامنين هنجتمع بيهم تاني أو هنشوف رمضان تاني كده هو. فيا سلام لو كنت كمان أنت على خلاف بالشخص ده. رمضان فرصة لاكتساب عادات وأفكار إيجابية تغيرك للأحسن، وتسيب عادات وأفكار سلبية كانت شداك لتحت. شكرا.